السلام عليكم، وياكم محمد الحداد. شاومي ريدمي كي 20 برو، يمكن هذا اكثر تليفون وصلني عنه سؤال باخر فتره، والسبب انه خليفه احد اشهر هواتف 2018، واتكلم هنا عن البوكو فون. كنا منتظرين انه شاومي تنزل البوكو فون 2، ولكن بلحظه شاومي قررت انه تستغني عن الاسم والسلسله وتنزل سلسله جديده تحت اسم كي. فهذا الكي 20 برو تقدر تعتبره البوكو فون 2. فخلينا نشوف. الهاتف بالتأكيد متوفر عند حبايبنا في بابل ستور، كل التفاصيل أكيد موجودة أسفل الفيديو. السؤال المهم في بداية الفيديو، ليش تليفون مثل هذا كل الناس تحكي به وتسأل عنه؟ وجواب هنا هو المعالج، بحيث هذا الهاتف عليه معالج 855 سناب دراجون، هو أقوى معالجات هواتف الأندرويد في 2019. ماكو أي اختيار حاليا إلى وقت تصوير هذا الفيديو أعلى من هذا المعالج. فكل التليفونات الرائدة من الشركات الثانية اللي أسعارها في برج الألف دولار راح يكون عليها هذا المعالج، ولكن الكي 20 برو ما راح يكون بألف دولار، بل راح يبدي من سعر 390 أو 380 دولار، وهذا الشيء نفسه اللي سواه البوكو فون السنة اللي فاتت، قاهر حقيقي للفلاكشيب بفئة سعرية مغرية فعلا. الأداء السريع هنا هو أحد أبرز السمات في الكي 20 برو، سواء في الألعاب اللي تستهلك كثير من طاقة الهاتف أو في التجربة ككل. لكن الإغراءات ما توقف عند هذا الحد في الكي 20 برو. أول ما تشوف ظهر التليفون راح تنسحر فعلا، كاميرا منبثقة مع إضاءات ولدات جميلة تحسسك أن التليفون ينبض بالحياة. أيضا شاشة كاملة من الأمام سوبر أموليد فول اتش دي بلس، الوانها وسطوعها والتجربة اللي راح تحصلها جيدة جدا، الشاشة ما عليها اي كلام. عندك ايضا بصمة في الشاشة، ونعم البصمة هنا اسرع من تليفونات ثانية هواي جربتها عليها بصمة بالشاشة، اتكلم هنا عن الميت 20 برو، البي 30 برو، الاستن بلس، بصمة سريعة واستجابتها ممتازة، هي بمستوى ما موجود في الون بلس 7 برو. كل هذه الاشياء تجعل من الكي 20 برو الفلاكشيب كيلر الحقيقي في 2019 لحد الان. عندك هنا بطارية بسعة 4000 ملي امبير مع وجود اليو اس بي سي ودعم للشحن السريع، بالاضافة الى وجود ثلاث كاميرات من الخلف، عدسة الترا وايد 13 ميجا بكسل، ايضا عدسة تليفوتو 8 ميجا بكسل، والعدسة المشهورة هذه السنة بدقة 48 ميجا بكسل. وعامة الكاميرات هنا راح تكون جيدة لا اكثر، هي ليست بمستوى كاميرات الاستن بلس او البي 30 برو. عدسة 48 ميجا بكسل راح تاخذ صور ب 12 ميجا بكسل فقط، وحقيقة لا يوجد فرق واضح من ناحية النتائج بين صور 48 ميجا بكسل والصور العادية. داخل الكاميرا يوجد خيار فعلي لالتقاط الصور ب 48 ميجا بكسل، ولكن لا يوجد اي فروقات تذكر بينها وبين الصورة العادية مثل ما قلت لكم. الخلطة اللي قدمها الكي 20 برو ماكو اي منافس ثاني حاليا بالساحة يقدمها مقابل السعر، بحيث ماكو اشياء رخيصة بالتليفون. سابقا البوكو فون كانت مواد تصنيعها رخيصة من البلاستيك ومو بالشي الفخم، هنا ما راح تشوف شي رخيص، بحيث الزجاج ملفوف على الظهر واهتمام بادق التفاصيل في موضوع التصميم. الالوان والاشعاعات موجودة بكل مكان بالتليفون، من البوب اب كاميرا اللي تضوي الى ضوء الاشعارات المدور، الى زر الباور الملون، الى الظهر اللي جاي كومبينيشن بين الازرق والاسود، وممكن بدرجات الاضاءة المنخفضة يطي على تدرجات الاخضر. فشاومي توفقت من هذه الناحية وبشكل كبير.
لأن إذا تسأل عن الأشياء اللي تنقص الكي 20 برو عن التليفونات الثانية الرائدة الغالية، فالكي 20 برو ما راح يكون بمعيار لمقاومة الماء والغبار، وأيضا ما راح يدعم الشحن اللاسلكي. ولكن لحظة، إذا وقفنا وشفنا تليفون مثل الون بلس 7 برو سعره أغلى من الكي 20 برو ومصنف تحت نفس الفئة تقريبا الفلاكشيب كيلر، وما بي معيار حقيقي أو رسمي لمقاومة الماء والغبار، وأيضا لا يدعم الشحن اللاسلكي. الشيء اللي لفت انتباهي في علبة الكي 20 برو هو كفر الحماية. بالفعل هنا عندك كفر محترم وأنيق بخامة تصنيع ممتازة. أخيرا وليس آخرا، هاتف بمعالج 855 سناب دراجون، 6 جيجا بايت رام، 64 أو 128 جيجا بايت ذاكرة تخزين، معالج رسوميات أدرينو 640، مع كل الأشياء اللي تكلمنا عنها قبل شوية وبسعر يبدي من 380 أو 390 دولار، أقدر أعتبره فعلا قاهر لقاهر الفلاكشيب. يمكن ما تكلمت على كل جوانب الكي 20 برو بهذا الفيديو، فاكتبوا لي بالتعليقات بالاسفل اذا حابين تشوفون المراجعة الكاملة والمفصلة بعد شهر من الاستخدام، هل يهمكم هذا الشيء بالنسبة للكي 20 برو؟ اكيد حاب اعرف كل افكاركم وارائكم بالتعليقات بالاسفل، تابعوني على حساباتي بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كل رابط اكيد موجود اسفل الفيديو. تحياتي، اخوكم محمد الحداد، في مالك.